طيب خلينا اخد مكالمة مهمة جدا. كابتن محمد صلاح نجم الزمالك الاسبق، كابتن محمد برحب بيك. كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشني والله. وانت كمان، ربنا يخليك يا حبيبي. عامل الله ايه؟ يخليك كابتن. كابتن، يعني نادي الزمالك بيعلن عن العودة مرة تانية للتدريبات من بكرة، ان شاء الله. وحسب يعني حسب طبعا الكلام اللي وصل لنا من داخل مجلس الإدارة، مجلس الإدارة قعد مع كارتيرون وهو اللي طلب منهم كمان ضرورة العودة إلى التدريبات بشكل سريع علشان دوت ما يأثرش عليهم سواء في الارتباط الأفريقي أو الارتباط المحلي في حالة عودة الدوري في أغسطس اللي جاي. شايف إن كارتيرون هيبدأ إزاي مثلا التدريبات من بكرة؟ هل لو محمد صلاح موجود في الجهاز المعاون، ايه اول حاجه انت هتقولها الكارتيرون يعملها في التعامل مع اللاعبين؟ انا اللي اقول للكارتيرون؟ انت يعني انت بتقول لاي سؤال كده مدرب عايز يا كابتن؟ تدبسني يعني؟ ده انت بتقول لاي مدرب يا كابتن؟ لا هو، لا اصل خلي بالك، هو اتفضل. اول يوم لغايه اسبوع عندك دي حاجه اسمها التهيئه، وهيبقى فيها تباعد، وهيبقى فيها مجاميع، وهيبقى فيها على الاقل يعني ميعادين او ثلاث مواعيد، مثلا كل 10 اتمرنوا لوحديهم لغايه بعد اسبوع او 10 ايام يبدا الشغل الجماعي. لكن هو كل الوقت ده اسلام كله هيبقى بدني، لان خلي بالك انت مضغوط، يعني مفيش فتره اعداد شهر او شهر الا ده، من شهر ونص لشهرين، وبيتخللها بعض المباريات الوديه عشان تستعد للدخول في المعمعة الافريقيه او الدوري. فانا بقول ان شاء الله لما الدوري يبدا يوم 7 زي ما انا قريت 7 اغسطس، اتمنى ان الزمالك ياخد الفتره دي اكنها ماتشات تجريبيه، هي البطوله الافريقيه وهي الاهم بالنسبه للزمالك والزملكاويه جميعا. فانا لو كنت اذا انا رقم أو اذا رقم واحد نعم؟ رقم واحد بالنسبه لنادي الزمالك هو بطوله دوري الابطال، طبعا وبالتالي طبعا مباريات الدوري الممتاز هي مباريات تجريبيه لمباريات دوري الابطال. تمام. خلي بالك مش هيبقى عندك فرصه كبيره في الشهر ده يا اسلام تلعب ماتشات وديه. لا انت ما خالص، تلعبش لان بقى كل ثلاث ايام هيكون مباراه في الدوري. مباراه، وما تقدرش تعمل دلوقتي مباراه وديه لان اللياقه البدنيه مش تبقى 100%. بالظبط. وحتى وانت لما هتبدا ان شاء الله الدوري مش هتبقى لياقتك لا تتعدى 60 65%. هو بس في الحته دي اللي حضرتك بتقول عليها دلوقتي، ان كل 3 ايام ماتش، كل 4 ايام ماتش، اتمنى من الله ان ما يكونش فيه اصابات او تكون قليله جدا جدا جدا. طيب الحاجه الثانيه، ان اتفضل. الاعداد بتاع الماتشات ده هنقول ان الفرق على الورق كبير، لكن لسه عندك 17 او 18 مباراه، احتمالات ان انت تكسبهم 99%، ايه المشكله؟ لكن خلينا نقول تبقى مبادره من الزمالك لكم كبير من المباريات يقدر يستعد بيه للبطوله الافريقيه، وده اللي هيبقى الفارق اللي بين الاربع فرق الموجودين مين اجهز فنيا. واتمنى يكون الزمالك اجهز من اي من الثلاث فرق التانيين ان شاء الله. من الثلاث فرق التانيين. بما فيها الاهلي. يعني هو الاهلي ما هيلعب الاهلي. شوف في اربع فرق ولا هم هيلعبوا ثلاثه. ايوه، ما انا وقتها ما انا بكلم حضرتك انت بما فيها كبير الاهلي. بتقفل. الزمالك وثلاثة. طيب خلينا اسالك في جزئيه، يعني تردد في الفتره اللي فاتت ان الزمالك بيفاوض وبيكثف المفاوضات مع دونجا علشان يكون جنب طارق حامد بديل لطارق حامد. هل انت شايف ان دونجا في حاله اتمام صفقته او في حاله اتمام المفاوضات مع نادي الزمالك هيكون يعني يقدر يكون بديل لطارق حامد كويس؟ شوف اقول لك، هو اصلا لعيب كويس من خلال المواسم اللي عملها في بيراميدز، لعيب كويس قوي، وكمان بيهاجم كمان كويس، ومش عايزين نقول بديل لطارق، ليه ما يلعبوش الاثنين مع بعض؟ لكن النادي الزمالك بيعمل استقرار في المراكز اللي هي عنده مفيش بديل، الباك رايت، الهاف ديفندر، ممكن راس حربه وكده، بس الصفوف كلها اكتملت. لكن مش عايزين نقول يا استاذ صلاح احسن من اسلام هيجي يلعب، لا، لو في منافسه بين اسلام وصلاح لا كويس يلعب، او المدير الفني شايف انه اصلا هيلعب،
لكن انا بقول لك لا غنى على طارق حامد. ولكن لو عايز تقفل بقى ودي حاجات فنيه بيبقى المدير الفني عامل حسابه عليها، الاثنين يلعبوا، ايه المشكله؟ ان انت ما تعرفش زيزو باذن الله هيرجع امتى. يعني عامل صليبي فمش عارف. محمد حسن لسه الخبرات وما خدش ماتشات كتير جدا. فيبقى قدامه وقت كبير، لكن دول عارفه. كابتن محمد صلاح طبعا نجم نادي الزمالك الاسبق، بشكرك شكرا جزيلا.